اللاعب ميمون العرصي لمواجهه فريق شباب الريف الحسيمي. شباب الحسيمي اللي اراد استعاده التوازن يعني في الاياب بعد ثلاثه ديال الهزائم في اخر مباريات الذهاب امام الكوكب امام الفتح الرباطي وكذلك حصيله اكادير، فيما المغرب التطواني المتصدر بحث عن انتصار التاسع ديالو في الموسم والرابع على التوالي. بدايه ديال اللقاء يعني كانت رحيمه بفريق المغرب التطواني بعد ما يعني على الحكم المباراه منير مبروك على ضربه جزاء لفائده فريق المغرب التطواني بعد ما اسقط ديوب عبد العظيم خضروف وزيد كروش يسجل الهدف الاول لفائده فريق المغرب التطواني. بعد ذلك احمد جحوح يعني كانت هناك خطا في حق نبيل امغار وبالتالي ضربه جزاء لفائده شباب الريف الحسيمي. عبد الصمد المباركي يهدي التعادل لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. المباراه اللي اعترف جوج ديال البطاقات الحمراء، الاولى لعلي الجعفري لاعب شباب الريف الحسيمي وبالتالي فريق شباب الريف الحسيمي يعني لعب 10 ديال اللاعبين، ثم بطاقه حمراء اخرى للاعب كوروما فوتوكوما اللي تلقى الورقه الحمراء بعد التدخل ديالو. بالتالي منير المبروك يشهر الورقه الصفراء الثانيه وبالتالي الطرد للاعب كوروما. فريق شباب الريف الحسيمي رغم ذلك سيتمكن من تسجيل الهدف الثاني بواسطه اللاعب تيام في الانفاس الاخيره من المباراه وبالتالي كيخطف ثلاثه ديال النقاط مهمه في هذه المباراه. مره اخرى نتابع الهدف ديال اللاعب تيام اللي اعطى ثلاثه ديال النقاط لشباب الريف الحسيمي، فيما المغرب التطواني يعني مني بهزيمه هو الذي كان يتوق لتسجيل يعني الانتصار. غنمشيو المغرب التطواني وحسن الركراكي مدرب فريق شباب الريف الحسيمي سقى لنا الزميل سفيان الرشيدي. صعيب بحال هذا المقابل لان الخصم الشوط الثاني كله كان كيتمنى تسالي المقابل بالتعادل، فبصراحه هذه الكره لان بخطرة الحظ كيلعب لصالح الخصم ولا لصالحنا. هذه مقابلة تنسى وتكون درس لينا في المستقبل. يعني بحال كنشوف الجميع أنا مقابلة يعني كانت ما بين فرق، فريق اللي فريق ديال شباب الريف الحسيمي اللي ربما بدا واحد البداية اللي ماشي اللي ما كيستحقهاش، وأنه نهزم ثلاث مقابل متابعة. فريق المغرب التطواني انتصر ثلاث مقابل متابعة، ربما هذا التوقف ديال البطولة ساعدنا احنا كثير باش نوقفوا على مكامل الخلل، خدمنا على طاوله هاد المعسكر اللي قمنا بها، الحمد لله توفقنا بواحد النسبه كبيره في العمل ديالنا، باقي واحد العمل كبير كينتظرنا على جميع المستويات، الى استرجعنا العناصر اللي فقدناهم واحد ست عناصر وخاصه في الهجوم، ربما الفريق ان شاء الله يقول الكلمه ديالو ويرجع للمستوى ديالو المعهود. يعني تابعنا بمباراه كانت مثيره هشام الدمعي، الهزيمه ديال